السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم كام معلومة نستفاد بيهم مع بعضينا. تمام، أول معلومة لينا، لو عندك دواية في الغرفة تمام أو في الصالة وأنت عايز تزود إضاءة تعمل ايه؟ مضطر إنك تجيب مثلا عود ضغط وتحط دواية على اليمين، دواية على الشمال، ودواية في النص وليكن يعني، أو دواية في الجنب عند الحيطة. لأ، أنت ممكن ترخص دماغك وكل ده وتجيب الدوايه الثلاثيه ديت، هتركبها في الدوايه اللي عندك ده في النص وتبدا تحط فيها ايه 3 نقط. يبقى انت كده وفرت مجهود ووفرت تمن صنايعي هيجي يعمل لك الدوايه ديت. تمام، دي حاجه. تاني معلومه، الدوايه ديت الناس بتستعملها للكتاكيت. تمام، بتوصلها في اللمبه ايه اللي هي 100 و200 الكتاكيت التدفئه والكلام ده. تمام، طبعا الدوايه دي بتسيح، فكل ده بيقول لك ايه، لا الدواية دي وحشة. طب احنا ليه نجيب الدواية دي اساسا؟ ما احنا ممكن نجيب دي الخسف دي ما بتسيحش، دي تستحمل الحرارة. تمام، ودي ب5 جنيه ودي ب5 جنيه. تمام، تاني حاجة، لو عندك مشترك او عندك اي سلك، عامل وصلة مثلا، عامل اي سلك كده شغال بيه تلاجة كمبيوتر وفي قلبيها الفيشة دي او الفيشة دي، نصيحة بلاش تركب دي ولا تركب دي. تمام، خليك في الكاوتش، الفيشة الكاوتش دي خامتها أعلى وكلها نحاس من جوه، غير دي كلها بلاستيك وخامتها بتبقى حديد، ودي طبعا تعبانة خالص. تمام، يا رب تكون استفدت من فيديو النهاردة، ومنساش اللايك للفيديو واشتراك القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.